ما هو مصير نائب رئيس البرلمان فيما لو أصبح السيد هوشار زيباري رئيسا للجمهورية؟ هذا يعود يعني للرئيس والمكتب السياسي حقيقة، يعني القرار هي قرار قيادة تمام في هذا الاتجاه. أكيد لا لا أكيد أكيد. شوف إحنا أول وأخير يعني الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني هم جزء من الإقليم من العراق، يعني إحنا لا تزال هناك العلاقة مع الاتحاد جيدة جدا، يعني رغم هناك ذكرت لك يعني هم شركاء معنا وما صوتوا على رئيس إقليم كردستان سيد نشران بارزاني في هذه الدورة في الدور الأخير. طيب مسألة طبيعية أخذوا موقف، كثير من القوانين اللي ما صوتوا مع البارتي داخل آخرها كان خروجه من البرلمان. حتى القوانين المصيرية اللي تصف بس من عدم نعم أيضا خرجوا فيه أي أيضا خرجوا أي حتى المحكمة الاتحادية إحنا كنا موقف بقوا هم في داخل في هم الوحيدين طبعا من الكتل الكردستانية، الباقي كان تحالف هيوا أيضا كانوا خارج مع أخوة المكونات، لكن بقوا في داخل قاعة البرلمان مع الأخوة الباقين حتى يصوتون، والحمد لله ما مشت، رجعنا على القانون القديم.